كيف تدخل جهات مسلحة بوجود القوات الأمنية أو الجيش المسيطر على تلك المنطقة، تصول وتجول، تقتل شبابا ونساء، تقوم بالخطف ومن ثم جريمة القتل إزاء المختطف؟ بمعنى آخر، من الذي يسيطر على ديالى؟ هل أصبحت تحت رحمة المسلحين؟ يعني شوف سيدتك، يعني أتكلمش بزاوية أخرى، البعض سألني ليش تسميها ميليشيات ولا تسميها داعش؟ هو من نفس المنطلق من سؤال جنابك، انه لو كان داعش لكان هب كل القوات، لانه نعلم مدى شجاعه وبطوله القوات الامنيه في مقارعه داعش والقضاء عليهم. لكن عندما جاءوا مسلحين ميليشيات منفلته لم يعترضوا لهم القوات الامنيه لاسباب نحن نعلمها جيدا، بانه من يعترض هذه القوات اما سيلاقي حتفه في الحياه او سيلاقي حتفه في الوظيفة، قد ينفصل وقد ينسجن وقد يتعرض لأقصى العقوبات إذا ما تعرض للسلاح المنفلت. هذا واقع حال ديالى وهذا واقع حال العراق. المزاج الأمني بيد السلاح المنفلت وليس بيد القوات الأمنية، لأنه من يدعم السلاح المنفلت هو من يثبت هذا المنصب أو ذاك المنصب، هو من يعمل على إقالة هذه الشخصية وترفيع هذه الشخصية. مع الأسف نعيش واقع مرير، الوضع الأمني حسب مزاج السلاح المنفلت مدى ما يشاء أن ينهار ومتى ما يشاء أن يستقر. في هذه الجريمة التي سقطت في محافظة ديالى، أنا أؤكد بأنه من يقول نزاع شارفة هو عاري عن الصحة ولا يريد أن يذهب إلى الحقيقة، بل يذهب إلى تضليل الرأي العام. لا توجد هناك أي نزاع عشائري في هذه المنطقة، العشائر المتخاوية عايشين بأمن وأمان واستقرار، لكن هناك أطماع سياسية، نعم، هناك أطماع ميليشاوية، نعم، هناك أطماع للسلاح للسيطرة على منافذ هذه المناطق وأراضيها، نعم، يوجد هناك صراع للسيطرة على تهجير هذه المناطق وسيطرة على مواردها، نعم، هناك من يرغب بإعادة الفتنة في محافظة ديالى لكي تعود إلى المربع الأول، نعم، لأنهم يحتاجون على الفتنة، يحتاجون على الإرباك الأمني، ولا يستطيعون العيش في الأمن والأمان والاستقرار.